كابتن عبد الحميد، قبل ما هنخش في الامور الفنيه ونتعمق فيها النهارده، تحس كده الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي حاجه تفرح، ناس ملمومه في المدرجات، تنظيم عظيم، قيمه كبيره للناديين، حسيتها طبعا بنحسها على طول، بس النهارده مترجمه قد ايه الاهلي والزمالك دول حاجه مهمه جدا في الوطن العربي. يمكن انا عايز من خلال حضرتك اشكر المملكه العربيه السعوديه وكل القائمين على الاخراج العالمي لمباراه الاهلي والزمالك اللي كانت قمه فعلا في كل شيء. هاخد من حضرتك بعيد عن الفنيه، صحيح، انما قمه في كل حاجه. الجماهير كانت على اعلى مستوى من الرقي والتشجيع المثالي، اللعيبه داخل الملعب كانوا قمه في الروح الرياضيه، الاجواء اللي كانت قبل المباراه والاجواء اثناء المباراه والنقل التلفزيوني والامور اللي هي خارج الاطار الفني كانت قمه في كل شيء. صحيح. فللامانه هو كان يوم جميل. أيوة. والكل استمتع، سواء كان زملكاوي او اهلاوي، الكل استمتع بهذا التنظيم الرائع والقدر الكبير اللي بتمثله انديتنا على مستوى الوطن العربي ومستوى افريقيا. أيوة. يعني لما يبقى ناديين بقيمه الاهلي والزمالك النهارده، العالم العربي كله بيشاهد الامور التنظيميه والامور دي في خلال اطار نهائي كاس مصر، فدي حاجه كبيره جدا ويورينا قدرنا قد ايه. فانا بشكر كل القائمين على التنظيم، بشكر كل الناس اللي ساهمت في هذا اليوم الجميل، بشكر الجماهير اللي حضرت، بشكر اللعيبه اللي كانت موجوده، الاجهزه الفنيه، كان الكل فعلا في يومه وكان الكل منضبط لابعد مدى، بدليل ان احنا ما شفناش حاجه بعنينا خارجه عن الاطار الروح الرياضيه. صحيح.